ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف من القامشلي العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، معنا عبر سكايب. عميد حسام، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن تحدثت الولايات المتحدة عن تحرير نحو نصف الرقة، إلى أي حد هذه المعلومات دقيقة؟ أولا مساء الخير لك وللمشاهدين، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى. المعلومات دقيقة ولكن نتقدم أكثر من يعني الآن نتقدم بمناطق مختلفة. تقوم القوات الخاصة بعمليات مداهمة بحثاً عن قيادات داعش في كافة المناطق المتقدمة، يعني عمليات خاصة في معلومات دقيقة عن تواجد قيادات من مختلف الجنسيات لأمراء داعش. هم الأعداد الآن بالنسبة لهذه القيادات تنحسر وجميعهم أما قتلى أو أسرى. هذه واحد. اثنين، داعش الآن محاصرة تقوم بعدة عمليات، سيارات كما تعودنا، السيارات المفخخة، وكذلك الآن لدينا يعني عملية خاصة لتحرير عدد من الرهائن التي احتجزتهم داعش لاستخدامهم كدروع بشرية. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ولن تتوقف عن تقدمها. اقتران التحالف طبعا يقوم بالدعم الكامل لكافة العمليات، وكذلك تدمير الدشم، وكذلك الاستنادات والتحصينات التي كانت موجودة في السابق لتنظيم داعش، كذلك وصول السلاح يقوم بشكل منتظم. نعم. ممرات للمدنيين كمان يؤمنها القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أيضا، وهناك إخلاء وممرات آمنة بالنسبة للمدنيين. جميع المجريات تجري بشكل جيد. هناك مفاوضات أيضا مع الجانب الأمريكي وقوات التحالف لترتيب عمليات أخرى في مناطق أخرى كدير الزور، وهناك محاولات أصلا كذلك بالنسبة لجيش مغاوير الثورة. ولكن دائما نحن نواجه يعني كمكون عربي وزيادة يعني الزخم والحشد بالنسبة للمكون العربي كذلك في المناطق المجاورة في دير الزور، ولكن دائما في يعني كان في خذلان بالنسبة لهذا التنظيم. طيب. وتجاه باتجاهات أخرى، وهناك الآن يعني ترتيبات جديدة فيما يتعلق بسريان المعارك. تحدثت حضرتك عميد حسام عن التواجد المدني هناك وفتح ممرات آمنة لمحاولة إخراج المدنيين من داخل المدينة المحاصرة. بحسب المعطيات على الأرض نحو 25,000 مدني ما زال داعش يتخذهم دروع بشرية. ما حجم الممرات الآمنة التي فتحت حتى الآن لمحاولة إخراج أكبر قدر ممكن من المدنيين؟ يعني الآن في كافة المناطق الرقة هي محاصرة من كافة الاتجاهات من الشمال والجنوب كذلك الشرق والغرب. هناك 14 ممر تقوم به بحمايتهم القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتقوم بإخلاء المدنيين وإيصالهم إلى المناطق الآمنة، وكذلك ليتلقوا الرعاية الصحية والطبية، وكذلك يستلموا المواد الغذائية المخصصة لهم. ماذا عن المقاتلين القدامى الذين هم من الأصل كانوا متواجدين داخل الرقة؟ ذكرت حضرتك أنه تواجد قيادات لداعش بعدد كبير كان داخل الرقة، لكن تم القضاء على الكثير منهم. ماذا عن المتبقين؟ والله هلا في عنا احنا معلومات استخباراتيه في يعني هلا ما بدنا نذكر التفاصيل، ولكن تم تحديد اماكن تواجد القيادات، كذلك بالنسبه للانفاق الموجوده وكيفيه الوصول اليهم، وان شاء الله سوف تكون هناك بالقريب العاجل اخبار ممتازه بالنسبه لاعتقال أمراء هامين بهذا التنظيم الإجرامي. شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات. حدثنا عبر سكايب من القامشلي العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.